الشهرة بتخض؟ الشهرة الشهرة بتخض؟ اه طبعا، النجومية النجومية صعبة، صعبة. واللي جاي أصعب. ليه بقى؟ يعني اللي جاي بقى طبعا لازم نعمل حاجة زي الزهر كده، أو يعني واحد خايف من اللي جاي. خايف من اللي جاي؟ اه طبعا. ساعات النجم أول ما بيتشهر قوي والناس صور مع يعني معاه في الشارع، وواحد مثلا يبقى معروف، في حلين، في واحد يصدق نفسه ويعيش إن هو نجم، وفي واحد يبقى خايف جدا وماشي متواضع مع الناس ده الخطر ايه؟ بقى، اللي بيصدق نفسه ده الخطر، ده اللي ما بيكملش، على طول بيقع. اللي بيصدق نفسه بقى اللي هو نجم وخلاص، ويعيش الدور بقى على الناس والموضوع، وما يطلعش من البيت ولا لا 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 لا، هو لازم يكون غير كده خالص، لازم ينزل ويشوف الناس. وانا كل يوم في الشارع، كل يوم لازم انزل مع اصحابي واروح القهوه زي ما قال الاستاذ وليد، كابتن وليد، لازم كل يوم كده زي ما انا. واصحابك ما تغيروش؟ وهم لازم ارن عليهم، وانتوا فين وانا فين، ولازم نجيبهم ونقعدوا مع بعض بالليل. ما فيش تغيير خالص. ممكن تقف مع الغلابه سواء في فرح سواء في حد قصدك في حاجه، ولا حاسس ان انت لما بتبقى نجم بيبقى ليك حاجه معينه تقول انا ما اروحش هنا عشان ما اقلش؟ ما هو الحاجات دي ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انا اقول عليها. هو بيعمل كده، دي حاجه بتاعت ربنا. اللي عايز يعمل ما بيقولش. هو ده نجاح الفنان. الحمد لله. فكر تمثل؟ ان شاء الله في مشروع في حاجة تمثيل. شغال فيها؟ شغال اوريدي، بس انا بدرس الاول بقى تمثيل عشان ما اخشش كده الخبط. اشرحها دي. يعني شهرين ثلاثه كده بظبط نفسي عشان اخش ايه، فاهم كل حاجه. مش فاهم كل حاجه يعني، برضو ايه بقى، انا برضو عندي درايه بالموضوع. ازاي تظبط نفسك؟ يعني ان شاء الله انا بتعلم تمثيل، بدرس تمثيل. بتدرس؟ ان شاء الله يعني لمده 4 5 اشهر كده. ما شاء الله. او 3 اشهر او 4 اشهر، بحاول يعني كده. ومعروض عليك حاجه خلاص؟ معروض عليا ان شاء الله باذن الله. معروض عليا، معروض عليا من غير كمان ما اعمل يعني ولا ادرس ولا حاجه. بس لا، ما ممكن التمثيل يسقطني. صح، ممكن التمثيل يسقطني في الشغل اللي انا فيه كمان، في الفن. الناس ما تقابلني، يعني مش حتى ممكن ما فيش حد يتقبلني في التمثيل. مظبوط. كان معايا انا وقعت في الغنى برضه. صح، لازم ادرس واشوف الموضوع ايه والدور ايه وكده يعني. كان معايا